تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار نقدمها لكم من استديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. المقاومة في تعز تصد هجوما للإنقلابيين، والتحالف يواصل استهداف الميليشيات. أطفال مأرب نازحون من الحرب وشكوى من غياب دور المنظمات الإنسانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل المقاومة والجيش الوطني تقدمها في الجبهة الغربية لتعز. يأتي هذا في وقت نفذت فيه قوات التحالف العربي عملية إنزال للأسلحة وذخائر للجيش الوطني في منطقة الضباب. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تصدى الجيش الوطني والمقاومة في الضباب غرب تعز لأكبر هجوم لميليشيا الحوثي والمخلوع على تبة المنعم بمنطقة الربيعي، وأنباء أولية عن احتراق طقمين للميليشيات. واستعاد الجيش والمقاومة بعض التباب والمواقع واقتربوا من حدائق الصالح والسجن المركزي، وتدور مواجهات في منطقة المقهاية، والحوثيين يرسلون تعزيزات كبيرة إلى الضباب، وتجدد المواجهات في محيط القصر الجمهوري. كما قام طيران التحالف العربي بتنفيذ عملية إنزال لأسلحة وذخائر للجيش الوطني في منطقة الضباب. طيران التحالف كثف غارته على محافظة تعز، حيث استهدف بغارتين على إدارة أمن موزع وغارة أخرى على وادي موزع، واستهدفت الغارات حي قريش في الجحملية وموقع المكلكل في صالة. وتواصل الميليشيات قصفها العشوائي من جبل أومان بالحوبان وشارع الخمسين ومنطقة الحرير والمكلكل وجامعة تعز، حيث استهدف القصف التحرير الأسفل والأجينات والضبوعة والكوثر والموشكي والروضة وثعبات وقرى جبل صبر، فيما لا زالت قرى الضباب تتعرض لقصف عشوائي من معسكر اللواء 35 وجوار فرزة الحديدة بالمطار القديم ومن برباشة وموقع الدفاع الجوي بمدينة النور. هذا وأكد مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيلي أن هناك خطة عسكرية جديدة لطرد الميليشيات من تعز سيبدأ تطبيقها قريبا. وقال عسيلي أن القوارب التي استهدفها التحالف قرب سواحل الحديدة كانت تحمل متفجرات، مؤكدا أن التحالف سيلاحق أي محاولات لتهريب أسلحة إلى الميليشيات في اليمن. اضطر قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهوري التعليمي بتعز للإغلاق مرتين، وفي كل مرة يعود للعمل يظل مهددا بالإغلاق بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المحافظة. أهدته تركيا إلى الشعب اليمني للاحتياج الكبير بمحافظة تعز، ولكثرة المصابين بالفشل الكلوي فهو يقدم الخدمة مجانا لمئات المرضى. غسيل الكلوي تم إنشاؤه عن طريق أو بدعم من حكومة تركيا، ولا يوجد معه أي دعم حكومي. نعاني بالقسم انعدام المادة الديزل، نعاني من انعدام المي، والكارثة الكبرى التي نعانيها وقد تم إغلاق القسم مرتين متتاليتين بسبب عدم وجود مواد الغسيل الأساسية، بالإضافة إلى أنه كنا في فترة من الفترات نغسل بمواد منتهية الصلاحية بسبب حصار الحوثيين للمداخل المدينة وعدم استطاعتنا على إدخال أدوات إلى قسم الغسيل الكلوي. مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى الجمهورية التعليمي الذي يتعرض للقصف والحصار من قبل ميليشيات الحوثي مما سبب المعاناة للمترددين عليه. أنا أغسل بالأسبوع مرتين هنا بالجمهوري. والله الأوضاع زفت، يعني بالنسبة للغسيل ساعة يقول يعني تعرقنا من ناحية الديزل من ناحية المي، برضو الأدوات جلسنا فترة يمكن شهرين نغسل أدوات منتهية، دحين تقلت الادوات علينا، قالوا لنا خلصت الادوات، جلسنا اسبوعين بدون غسيل، سافرت لصنعاء عشان اغسل ما قبلوناش بصنعاء، واتصلت تواصلت ورجعت لهنا في بدلات قليله كذا يغسلوا بالمرضى، غسلنا معاهم. هذه طبيعتنا، يعني ساعه ديزل ساعه مي ساعه كذا شغله. صفوف من المرضى يغسلون كلاهم رجالا ونساء، وياتون الى هذا القسم من مسافات طويله،
وقد يصلون إلى المستشفى الجمهوري ويجدون مركز غسيل الكلى مغلقا بسبب انعدام المشقات النفطية أو عدم توفر مواد الغسيل الكلوي، وهذا ما سببه الحصار على هذه الفئة. فهل من رحمة وإنسانية لهؤلاء المرضى؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز. قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن الأطفال الذين يموتون في اليمن بسبب نقص للأدوية والرعاية الصحية أكثر من أولئك الذين يقتلون بالرصاص والقصف. وأكد أنتوني لايك في بيان نشر على موقع المنظمة إن النقص الحاد في الوقود والأدوية والكهرباء والماء يهدد بمزيد من تعطيل الأعمال، مضيفا أن هناك خطر حاد ناجم عن أمراض يمكن الوقاية منها، كما أن عدد الأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية المميت تضاعف 3 مرات ليصل إلى أكثر من 500,000 طفل. وأوضح في بيانه أن هناك 10 ملايين من الأطفال في مختلف أنحاء البلاد بحاجة إلى معنويات إنسانية. وناشد أنتوني لاي كل الأطراف المعنية احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لهذه المأساة. عقب ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز على بيان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية الذي جاء على خلفية المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح والحصار المطبق على المدينة من قرابة شهر، وقد تضمن تعقيب الائتلاف على عدد من الإشارات والتوصيات. نتابع. تابع ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز البيان الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية باليمن، وأعرب الائتلاف عن شكره لمنسق الأمم المتحدة على هذا البيان الذي حمل فيه ميليشيا الحوثي وصالح المسؤولية كاملة عن حصار السكان من الغذاء والدواء وعن ضحايا القصف اليومي على مدينة تعز. وبهذه المناسبة فقد أكد ائتلاف على عدة نقاط من شأنها تحديد جوانب القصور في بيان منسق الشؤون الإنسانية باليمن، وطرح من خلالها المساعي المفترضة لإنقاذ وضع الإنسان في تعز، وجاءت هذه النقاط تباعا بشكل جوهري. أسف أولا للائتلاف لتأخر هذا البيان وعدم إصداره رغم المعاناة التي شهدتها محافظة تعز منذ عدة أشهر. ثانيا، دعا ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز مكتب الأمم المتحدة للقيام بدوره الإنساني واستخدام صلاحياته لإلزام المتنفذين بمداخل المدينة لفك الحصار والسماح بإدخال المواد الأساسية من غذاء وماء ودواء. وفي النقطة الثالثة، طلب الائتلاف المنظمات الحقوقية والإغاثية وعلى رأسه منسق الشؤون الإنسانية باليمن إجراء خطوات عملية لإنقاذ السكان المدنيين وفق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وعدم الاكتفاء بالإدانة. رابعا، شدد الائتلاف على المنظمة الدولية إيجاد بدائل واقعية لإدخال المعونات الدولية وتوفير ممر آمن لإغاثة السكان. الأمر الخامس، طالب ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز فرض عقوبات على ناهبي المعونات الدولية، وهو الأمر الذي تكرر مرارا دون وجود رادع لهذا التصرف حسب تعبير ائتلاف. وفي النقطة السادسة، حتى ائتلاف تعز المنظمة الدولية وجميع المنظمات الدولية العاملة الاستفادة من تجارب بعض المنظمات الإقليمية التي استطاعت إيصال المعونات إلى مستحقها في تعز بنجاح. سابعا، طالب ائتلاف بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم غير الإنسانية التي لحقت بسكان محافظة تعز. وثامنا، دعا ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز منسق الشؤون الإنسانية لزيارة تعز مرة أخرى للاطلاع على حجم المأساة التي تعيشها المحافظة. ومن منطلق ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977 حد تعبير ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، فإنه يدعو المنظمة الدولية لحماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وضمان حقهم في الحياة والغذاء والصحة والبيئة النظيفة. وحمل ائتلاف تعز عبر منسق الشؤون الإنسانية المنظمة الدولية مسؤولية ما يزيد عن 600,000 نسمة وليس 200,000 ممن بقوا في المدينة، كما حملهم مسؤولية الرعاية لمن نزحوا منها ومن يحتاجون لرعاية إنسانية عاجلة. وحذر ائتلاف المنظمة الدولية من نذر كارثة إنسانية قد تلحق بالسكان وتعرض الآلاف للموت المحقق، وعندها سيشهد العالم الحر أن المنظمة الدولية لم تقم بواجبها الإنساني. في ثاني أيام ملف تغطيتنا الخاصة لهذا الأسبوع نواصل استعراض موضوع النازحين والهاربين من الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مأرب. متابع. معاناة النازحين بين نار الحوثي ولهيب الصحراء. احنا على ما تشوفوا الوضع قدامهم
عنهم الخدمات كامل، كهرباء، العمالة، مدرسة، إهلات. سلسلة تقارير خاصة من الاثنين 26 من أكتوبر 2015 وحتى الخميس 29 من أكتوبر 2015 تأتيكم على شاشة قناة سهيل الفضائية. بعد أن قام الحوثيون بطردهم من منازلهم وتهجيرهم إلى الصحراء، يعاني النازحون بمأرب من عدم توفير أبسط مقومات المعيشة، إضافة إلى إهمال الحكومة والمنظمات الإغاثية لهم. متابع. أكثر من 700 أسرة نزحت من صرواح والزور منذ 6 أشهر إلى منطقة الروضة جنوب مأرب بعد اقتحام ميليشيات الحوثي والمخلوع لمنازلهم وطردهم منها. النازحين هنا في هذه المنطقة منذ ما قارب 6 أشهر منذ أن غزت الميليشيات الحوثي وقوات صالح مديرية الصرواح، تم جزء كبير طردهم من منازلهم، والجزء آخر نزح بسبب انعكاسات الحرب. والله نزحنا قبل حوالي 6 أشهر هنا سبب النزوح، يعني الحوثيين تهجم علينا في بيوتنا ومنازلنا وطردنا منها. يعني لنا يتوزع هؤلاء النازحون على امتداد هذه الصحاري والقفار، يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، فلا ماء ولا مرعى، بالإضافة لانعدام الصحة والتعليم، وحتى أن بعض الأسر لا يتوفر لديها الخيام تقيهم حرارة الشمس الحارقة وقساوة برد الشتاء على الأبواب. النازحين يمروا بأوضاع صعبة للغاية هنا، حيث لا ماء ولا كهرباء، التعليم غائب، الجانب الصحي غائب بالكامل، وأكثر ما يعيق النازحين ويثقل كاهلهم هنا هو الماء، حيث يصل لواية 15 برميل إلى 15 ألف، وعند انقطاع مادة الديزل أو غلاء مادة الديزل يصل ما بين 20 إلى 25 ألف. الأسرة التي تتكون من 30 فرد لا يلاك فيهم ذلك الواية إلا 3 أيام 4 أيام. أيضا موسم الشتاء، الناس الآن قادمين على موسم الشتاء، فأوضاع هنا صعبة في الحقيقة. النازحون هنا يتحدثون عن أشخاص من أقربائهم افتقدونهم وآخرين أقعدتهم جراحاتهم، وهم يدافعون مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني عن أرض مأرب من الميليشيا الإرهابية. جرحت مدافعين على الأرض والعرض على الدين، واستشهد أخوي في الصفراء قبل سنة، والثاني استشهد في المخدرة مدافع على الأرض والعرض، وجرح أخوي في تاريخ 14 مدافع على الأرض والعرض، وخلانا الحوثي نحن نقاتل، نحمل السلاح ونقاتله، نحن مدافعين. حياة بائسة يعيشها هؤلاء النازحون ومعاناة بلا حدود. يعيش النازحون هنا بين فكي حر الصيف الشديد وبرد الشتاء القارس أكثر من 6 أشهر، والنازحون هنا يعانون من عدم توفر أبسط الخدمات. زين العابدين بن علي، قناة سهيل، مأرب. النازحون معاناة لا تنتهي، لكن الأطفال أشد معاناة داخل مخيمات النزوح في محافظة مأرب. كاميرا سهيل زارت النازحين في الروضة وخرجت بهذا الاستطلاع. الحواطف قسوا على بلادنا، دمروا المسجد حق الله، دمروا بيوتنا، وملوا المكان الغام، ولا عاد أحد استجرى يجي بيته. كنا مرتاحين في بيوتنا، إنها الماء عندنا متوفر والعلم عندنا متوفر، هلا الحين ينزحون الحوثة من بلادنا لهنا، وهلا العلم نقص والماء جدل والكهرباء ضعيفة، وذا الحين الحوثة يقولوا الله أكبر مثل أمريكا وإسرائيل، وإحنا ليس أمريكا وإسرائيل، إحنا يمنيين مثلهم. ولا الحوثة هندرونا، شردونا من بيوتنا. ليش؟ لأن يبون يندرونا من بيوتنا، إحنا ما سوينا لهم شيء. حاولا طردونا من بيوتنا. ليش؟ غزونا غزة من إيران إلى محافظة مأرب. أبوك مات وين؟ لطيف. بأيش؟ بأيش مات؟ لغم. طردونا الحوثة. ليش؟ كذا. وينو بابا؟ مات. يتوه الحوثة. قتلوا الحوثة؟ وين؟ في صرواح. ليش قتلوا؟ دري أدوم إلى قمر البيوت. ليش أنتوا هنا في المخيم؟ بسبب الحوثة.
ايش فعلوا بكم؟ طردونا من البلاد لها هنا. الحادثة خرجونا من بلادنا وفجروا المنازل. قدرنا هنا 6-7 شهور قد بيدخل 7 شهور. ليش نزحتوا؟ طردونا الحادثة من أرضنا ولقموا الأرض ولا عاد حد جه من الأرض، لقموها الغام كثير. وضعنا لا ماء والكهرب ضعيف والمواد الغذائية كانوا يعطونا في رمضان قليل، الحين بس ماشي. قصص المعاناة كثيرة في مخيمات النازحين. في هذا الملف اخترنا الطفلة أرياف لتحكي لنا قصتها مع النزوح واقع الذي تعيشه في المخيم. لكل شخص داخل مخيم النزوح هنا قصة بمفرده. قصتنا اليوم مع الطفلة أرياف التي تحكي لنا عن واقعها اليومي داخل مخيم النزوح وكيف تم تهجيرهم إلى هذه المنطقة. نبقى الآن مع الطفلة أرياف لتحكي لنا عن واقعها في هذا المخيم. أنا اسمي أرياف محمد، عمري 10 سنوات، الصف الخامس. أنا أصحى من النوم، أغسل وجهي وأوضي وأصلي فرضي وأصلي صلاتي، وبعدين أروح أعبي الماء، أعبي الدبان عند الخزان، وبعدين أجيب الحطب وأولع الحطب وأجهز شنطتي، الشنطة حقي، وأروح المدرسة. ولما أروح المدرسة أتعلم وأرجع أحوش أمي في الغداء. أول كنت أدرس في مدرسة الزهراء، بس لسه درس في مدرسة في خيام. أتعلم فيها ونلعب ونقرأ في القرآن ودون خط وملاء ودون نقرأ ونرسم ونلعب اللعبات لما ننتهي من الدراسة. هم ثلاثة مدرسين يدرسونا، واحد يدرس أول ثاني، واحد ثالث ورابع، واحد خامس وسادس. ثم تقدم خطوة وراء خطوة في روضاتي أحيا وأستفد أشياء، أكتب وأتهجى من الألف للياء. في روضاتي أحيا وأستفد أشياء، أكتب وأتهجى من الألف للياء. بديت أتعلم في روضتي الحلوة حلوة، هم وأتقدم خطوة وراء خطوة. بديت أتعلم في روضتي الحلوة حلوة، هم وأتقدم خطوة وراء خطوة. حصة وراء حصة، ألعاب أو قصة، والقى زميلاتي لو نادوا حفصة. حصة وراء حصة، ألعاب أو قصة، والقى زميلاتي لو نادوا حفصة. وارجع المدرسة وحاوش أمي، وبعدين لما نكمل أكل أكلي وأغسل، وبعدين أقعد العصر ونلعب عصر، ولما مغرب أصلي وحاوش أمي في العشاء، وبعدين أجلس شوية وأصلي وأنام. الأخير الساعة 8 أنام. أول شيء كنا في الزار نجلس هناك نتعلم، وعلم زين ندرس في مدرسة كبيرة ومدرسة الزهراء، بس لما جاء الحوادث انضرنا من بلادنا وخرجنا إلى بلاد أخرى. ولحق أنا وهذا المكان ما ناسبنا، وأنا عايشين في خيام، وبعدين جابونا على المدرسة والمكان ما هو واسع، وإحنا ندرس في بيوت الناس. أنا هاي الله في مخيم النزوح ندرس ونتعلم. هذا فصل بس هو بيت وإحنا نتعلم فيه 3 مخيمات، ونشتي أن يجيبوا لنا مكان واسع للطلاب يتعلموا فيه. أبناء طلاب كثيرين، بس إحنا ربيناهم لأن الوسع عاد فيه مكان يتعلموا فيه. نشتي من الحكومة هي يدنا تفاتر وظلام ومخيمات واسع، ودينا الغذاء، ونقول للتحالف أن يواجهوا أي ينذروا الحوادث من بلادنا نرجع إليها.
أدان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة إقدام ميليشيات الحوثي والمخلوع على مداهمة منزل الشيخ محمد بن محمد الدغبشي أمين المكتب التنفيذي بالحديدة وترويع أطفاله ونسائه ونهب ممتلكات خاصة بعائلة الشيخ. وأضاف الإصلاح في بيانه إن ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي والمخلوع من اعتداء همجي على منزل أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بالحديدة هو تعدي سافر يضاف لرصيد أسود من الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الموت والتدمير والخراب ضد التجمع اليمني للإصلاح وضد اليمنيين على امتداد خريطة الوطن. وحمل الإصلاح ميليشيات الحوثي والمخلوع مسؤولية هذه الانتهاكات التي تطال قيادات وأعضاء وأنصاره في أرجاء محافظة الحديدة، مؤكدا احتفاظه بحق مقاضاة جميع المتورطين والمشاركين في أعمال السلب والنهب والقتل والاختطافات والمداهمات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كما حمل الإصلاح ميليشيا الحوثي والمخلوع ما يترتب على هذه الأفعال الإجرامية من اتساع لرقعة العنف وإراقة لدماء أبناء الحديدة. وأشاد الإصلاح بكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الراصدة للجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق المواطنين تمهيدا لتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات ومن أمر بتنفيذها وخطط لها وتقديمه إلى العدالة ومقاضاة منفذيها أمام القضاء المحلي والدولي. خلال عام من الانقلاب المشؤوم فاقت جرائم الحوثي وصالح بمحافظة الحديدة 2000 انتهاك متنوعة بين القتل والاختطاف والتعسفات المختلفة. تحالف رصد بمحافظة الحديدة وثق الانتهاكات بنوع من التفاصيل. نتابع. أصدر تحالف رصد انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح بمحافظة الحديدة تقريره السنوي الأول المتضمن كافة انتهاكات ميليشيا الحوثي على مستوى مديريات المحافظة. وبدا تحالف رصد أن عدد الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة الحديدة خلال عام بلغت 2176 انتهاكا، منها 70 حالة قتل مباشر و225 حالة تسببت الميليشيا في وفاتها، إضافة ل 721 حالة اختطاف. وتضمن تقرير تحالف رصد العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي قام بها الحوثيون منذ دخولهم المحافظة، تمثلت في ملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والزج بهم في سجون خاصة استحدثتها الميليشيا. رصيدا التقرير في ذات السياق 16 سجنا استجدتها ميليشيا الحوثي وصالح بالمحافظة مخالفة للقانون. وأثبت التقرير ضلوع جماعة الحوثي وصالح بشكل مباشر ومتعمد في فرض العقوبات الجماعية بحق أبناء المحافظة والمتمثلة في انقطاع الكهرباء التام على المحافظة وانعدام المياه في أغلب الأحياء السكنية ومغادرة المشتقات النفطية والغاز المنزلي من الأسواق الرسمية بصورة نهائية إلى السوق السوداء لصالح جماعة الحوثي وبأسعار تصل نسبتها إلى 600% عن سعرها الرسمي. كما تورطت جماعة الحوثي بحسب تقرير الرصد في نهب المعونات الغذائية التي تم تخصيصها من قبل المنظمات الدولية لأبناء المحافظة خلال عام كامل. وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي وصالح خلال عام أسود من الانقلاب قضت على دور الأجهزة التنفيذية والقضائية والأمنية في محافظة الحديدة وأخضعتها لسيطرتها ونفوذها وخدمة تدخلاتها السافرة في فرض أتوات مالية على التجار ورجال الأعمال تحت مسمى المجهود الحربي وتحصيل وجمع تلك المبالغ بالقوة. وشهدت محافظة الحديدة خلال عام من الانقلاب الحفاشي بحسب تحالف رصد نقصا حادا في المواد الغذائية والتموينية والأدوية والمستلزمات الطبية. هذا ولفت تقرير تحالف رصد بمحافظة الحديدة إلى نزوح 8279 أسرة من مدينة الحديدة فقط خلال عام بسبب انقطاع الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والنقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. هاجمت المقاومة الشعبية في إقليم آزال مقرا للميليشيا الحوثي والمخلوع بمدينة ذمار. وذكر مكتب إعلام مقاومة آزال إن رجال المقاومة هاجموا أحد المقرات التابعة للميليشيات خلف محطة الأزرق بالدائري الغربي بمدينة ذمار بقنبلة يدوية، وأن دوي الانفجار سمع في المنطقة ولم تتضح حجم الخسائر الناجمة عن مهاجمة المقر الذي يتواجد فيه مسلحون.
قام محافظ عدن جعفر محمد سعد بزيارة تفقدية إلى دار المسنين بمديرية المنصورة، وتفقد المحافظ جعفر أحوال العجزة والمسنين واطمأن على أحوالهم، كما عبر عن شكره لدولة الإمارات المتحدة على دعمها غير المحدود لأبناء عدن عامة ولدار العجزة خصوصا، حيث قدمت الإمارات مساعدات إنسانية بكلفة 11 مليون ريال للدار، تمثلت في المواد الغذائية والفرش ومعدات الكهرباء. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المقاومة في تعز تصد هجوما للانقلابيين، والتحالف يواصل استهداف الميليشيات. أطفال مأرب نازحون من الحرب وشكوى من غياب دور المنظمات الإنسانية. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة سهيل الفضائية، في أمان الله.